السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنتفرج على فيلا دلوقتي مساحتها 525 متر، مساحتها 525 متر، واخدة أربع نواصي في طريق المنشية عند كشك المرور القديم. اللي بالنسبة للمساحة 525 متر مبنية على مساحة 200 متر و325 متر نظام الجنينة. تعالوا اتفضلوا نتفرج عليها على أرض الواقع. تعالوا اتفضلوا، ادي بالنسبة للفيلا زي ما قلت لكم مساحتها 525 متر، واخدة أربع نواصي مبنية على 200 متر، مبنية على 200 متر و325 نظام الجنينة. هنا الطريق دي على طول اللي يطلعكم عند كيمان فارس، وهنا الطريق دي على طول مباشرة اللي يطلعكم عند بنشيط عبد الله، وهنا الطريق اللي يوديكم بالسليم. هنا كشك المرور القديم، هنا مدرسة الأورمال، هنا مدرسة الأورمال. كل حاجة دلوقتي موجودة على أرض الواقع. هذه الفيلا هي يا فندم زي ما قلت لكم واخدة أربع نواصي. الطريق ده يا فندم عند مدرسة الأورمال. هذه الفيلا هي مساحتها كبيرة جدا، مساحتها 525 متر، واخدة أربع نواصي. ليها يا فندم أكتر من ثلاث دخلات زي ما قلت لكم. هنا كده طريق كده طريق المنشية، طريق المنشية يا فندم، هنا الطريق بتاع كيمان فارس، وهنا كشك المرور القديم، وهنا اللي طلعكم على الطريق السليم على الدائري، وهنا الطريق بتاع اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة الأورمان. هندخل دلوقتي نتفرج على الفيلا على الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، داخلين نتفرج على الفيلا على أرض الواقع. طبعا انت حضركم عرفت المكان كده. الفيلا زي ما قلت لكم مساحتها 525 متر، مبنية على 200 متر، وهي 325 متر ونظام الجنينة. بالنسبة للباب بتاع الفيلا، الباب بتاع الفيلا واخد نصتين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا المباني زي ما قلت لكم 200 متر، مباني 200 متر. معكم مكتب عقارات أبو صهيلة، ورقم تليفون 0100336183. لدينا كلام جديد في الفيوم وخارج الفيوم. هنطلع فوق. المباني زي ما قلت لكم 200 متر، وادي الشارع الرئيسي اهو، وادي كشك المرور القديم. وادي قدامنا على طول طريق الفيلا، واخده اربع شوارع باربع نواصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.